يسعدنا هذا اللقاء المبارك بإذن الله وجود الأستاذ مالك والأخت الكبيرة والمعلمة الأولى في هذه البلد أخت منيرة حفظها الله وتلميذاتها. فأهلا وسهلا بكم أجمعين، وإن شاء الله فيها الخير والبركة هذه الجلسة دائما وأبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين. سبق لي أن تحدث مع بناتي وعلى رأسهم بنتي منيرة في موضوع، في سؤال، في جواب على سؤال جاءني من طرف كنا في خصوص توجيه المرأة، وقلت ما أعتقده كافيا في خصوص المرأة. ثم أظن تكرر هذا السؤال في صورة قريبة من السؤال الأول، فأعتقد أننا من واجبنا أن نقتصد الوقت ولا نجيب على سؤال واحد مرتين. مع وجهة السؤال قد طرحت مشكلة المرأة منذ ربع قرن تقريبا في كتاب شروط النهضة، وعقدت له فصلا خاص. يهتم بالجانب الاجتماعي للمرأة المسلمة، سواء عندنا في الجزائر سواء في البلاد الأخرى، عندما شعرنا بتيار بدأ حوالي سنة 47 يجرف المرأة المسلمة، البنت المسلمة، ونرى اليوم بعض نتائج هذا الاتجاه السيء. ولهذا عندما أحللت هنا بدمشق حمدت الله على كثيرا على أنني وجدت بناتنا مهتمات برعاية سلوكهن من الناحية التي تقربهن أولا من الله عز وجل، ثم تجعلهن مؤمنات صالحات في المجتمع الإسلامي. ثم هذا الفصل، إذا من يريد طبعا منكن له الحق أن يطلع على هذا الفصل في كتاب شروط النهضة، فصل المرأة كتاب شروط النهضة، أظنه يفيد حتى اليوم بعد ربع قرن، أظنه يفيد. ثم وجدت اليوم صدفة في كتاب آخر في مهب المعركة مجموعة مقالات تدخل في نطاق النشاط الإسلامي في تلك الفترة، يعني 47 48 47 إلى 50 أظن. ووجدت بين هذه المقالات مقالتين فيما أعتقد أيضا تناولت فيهما قضية المرأة. لا أدري، لا أتذكر كيف عالجت هذه القضية في الكتاب عند بنتي أم عصام، قد تقرؤونها مع المقالتين إن كان، لا أدري الآن، لا أدري، لأن البعد كبير بيني وبين هاتين المقالتين، لا أتذكر محتواها، وإنما أرى أن يكون فائدة بنتنا المؤمنة
أن تطلع على هذه الجوانب التي طرحناها في الكتابين، ويكفيني أن أشير إلى هذا في ما يتعلق بخصوص المرأة المسلمة إذا خصصناها، إذا خصصناها. وإنما في كل مجتمع عندما يكون المجتمع مهددا بأخطار معينة، عندما تكون الأخطار تحلق على مصيره، عندما يكون المجتمع في ما يسميه حالة إنقاذ، لا فرق بين المرأة والرجل، فالقضية قضية المسلم لا قضية المسلمة والمسلم، القضية قضية المسلم وقضية المسلم فقط. فلو نراجع القرآن الكريم لا نجد فيه ما عدا أشياء خاصة بحقوق المرأة وواجبات المرأة، لا نجد فيه الفواصل التي بكل أسف نعمقها الآن في أذهاننا بين المرأة والرجل. نعم من يعلم ما قاله عز وجل في سورة النساء قد يكتفي في قضية المرأة، ولكن القرآن كله يتضمن وصايا عامة للمسلم كمسلم، سواء كان رجلا أو كان امرأة. فمن واجب بناتنا، خصوصا بناتنا المثقفات، أن يدركنا دورهن طبعا أولا أن يقومن بواجبهن من حيث العبادات، من ناحية العبادات، ولكن أكثر من ذلك يجب أن بناتنا تكون واعيات للفترة التي يمر بها العالم الإسلامي، كي يواجهن بأنفسهن أو بإرشادهن لآبائهن وإخوانهن وأزواجهن وأبنائهن، كي يتجهن أولاً باتجاه المناسب للفترة التي نشير إليها، وكي يوجهن من حولهن التوجيه المناسب في للفترة التي يمر بها العالم الإسلامي. أظن هنا أيضاً فيه عقد العقل الإسلامي، الفكر الإسلامي ورث، والأمر طبيعي لا شذوذ فيه، ورث من ماضيه القريب بعد انقضاء حضارته، ورث أشياء متعددة، بعضها صحيح، وبعضها يكون عقدا تحرمه من التصرف السليم. ذكرت فيما أعتقد في مرة سابقة في حلقة لبناتنا مثلا أن القضية التي تطرح اليوم في النشاط الإسلامي، يعني اليوم أعني في منذ العهد الجديد الذي نسميه النهضة الإسلامية، يعني منذ عهد جمال الدين الأفغاني رحمه الله، ورفيقه وتلميذه الشيخ محمد عبده، أرى أن الفكر الإسلامي
يحمل عقدة. في الوقت الذي كان عليه أن يواجه مشكلات الإنسان كفرد اجتماعي، الإنسان المسلم يعني، الإنسان المسلم كفرد اجتماعي اعترته بعض الأمراض أيضاً بطريقة طبيعية لا شذوذ فيها، لأن التاريخ يحتمل هذا طبقاً لكلمة الله عز وجل في القرآن الكريم: وتلك الأيام نداولها بين الناس، فبعد الصحة لابد من مرض، فبعد الشباب لابد من شيخوخة وهرم. فهذه الأشياء تجعلنا نواجه أشياء طبيعية لا يجوز لنا أن نعقدها، أن نزيد في تعقيدها، كأنها نقمة من الله حلت بنا. لا، يجب أن نتجنب هذا التشاؤم أولا. إن العالم الإسلامي فعلا يمر بمحنة، المحنة التي تعرفونها تحت أسماء مختلفة، مثلا أحد الأسماء الاستعمار مثلا، والجهل والتخلف إلى آخره. هذه المحن نقول نكرر، إذا رجعنا تاريخ الإنسانية على العموم نراها أمراض اجتماعية تعتري كل المجتمعات التاريخية التي مرت على سطح الأرض، على وجه الأرض، تعتريها. يأتي بعد ازدهار، يأتي أفول ودويل. إذن يجب أولاً أن لا نتشائم، ثم يجب أن لا نعقد المشكلات، ولا نعتقد مثلاً أنها نقمة من الله حلت بنا. لا، بل حتى في المصائب التي أحاطت مثلاً بالأمة الإسلامية في العهد، في الأشهر الأخيرة، مثلاً مصيبة باكستان مثلاً على سبيل المثال، والأمثال بكل أسف كثيرة، كذلك المصيبة التي حلت بالأمة الإسلامية سنة 67، كذلك المصيبة التي حلت فيها سنة 48. فهي من صنع أيدينا، ليست نقبة من الله، فهي مما اجترحنا، واجترحنا هذا لأننا فقدنا بالضبط إدراك هذه الجوانب. حتى من كان منغمسا في عبادة الله كان ملتفتا عن جوانب أخرى من واجباته، واجبات كبيرة كان عليه أن لا يزهد فيها. وهذا إذا ذكرت المتعبد، فما بالنا إذا ذكرنا التائه، إذا ذكرنا التائهين فالأمر أدهى وأمر. أما إذا ذكرنا ويكفينا أن نذكر المتعبدين، لا يجوز لهم أن يفرطوا في مسؤولياتهم الاجتماعية حتى لا يتيحوا لشياطين الإنس أن يتعدوا على حرمات، وأن ينتهكوا حقوق، وأن يهضموا حقوق أمم وشعوب. يجب على المرشدين المسلمين أن يكونوا على إدراك ووعي تام لما يدور حول الأمة الإسلامية، وأحياناً وما يسري تحت أقدامها كلغم. لو انتبهنا مثلاً لتكوين دولة مثل باكستان، وكلنا عموماً 99% أو أكثر في الحقيقة، 999% كانوا يوم تأسست دولة باكستان، لأنها دولة إسلامية، والكلمة هذه غرر كثير ما تغرر بنا، فرحنا. وأنا لم أفرح، أقول الحقيقة، يجب أن أقول الحقيقة، لم أفرح،
تبين لي من بعيد أنها كانت مكيدة ضد الإسلام، وليس هنا مقام القضية. القضية مدروسة في كتابين أيضا، منذ الكتاب الأول منذ ربع قرن، والكتاب الثاني منذ تقريبا 20 سنة، وجهة العالم الإسلامي. أعطيت رأيي في هذه القضية، وحمدت الله لما سمعت أن الشيخ فضيلة الشيخ الموجود كان أيضا على نفس الرأي. حمدت الله كثيرا. فنحن نعيش إذن على بركان، فيجب أن نواجه الأخطار التي تحت أقدامنا. نعم، يجب أن نتقرب في كل لحظة من الله بعبادتنا، هذا ما لا نعيد فيه النظر. يوم أشهدت العباد على أنفسها في صلب آدم بأنها أمنت بربها، نحن أمننا بربنا في صلب آدم. إذن لا نعيد هذه الأشياء، لا نعيد النظر في هذا، خصوصا نحن المسلمون الذين تفضل عليهم الله بالفضل الكبير وبالرعاية الكبرى عندما هداهم في صلب أبائهم إلى الإسلام. فهذا لا نعيد فيه النظر، وإنما نعيد النظر في سلوكنا كأفراد مسؤولين عن مصير هذه الأمة، سواء كنا إناثا أم ذكورا، سواء كنا إناثا أم ذكورا، يجب أن نتحمل كل المسؤوليات، يجب أن نتحمل كل الأعباء، يجب أن نهتم بأمر هذه الأمة في كل جوانب حياتها. ومن لا يهمه، نذكر حديث رسول صلى الله عليه وسلم وزكى التسليم، من لا يهمه أمر المسلمين فليس منهم. إذن يجب أن لا نهتم فقط بما يقربنا أفرادا من الله، وهذا بعد الاعتراف بأن هذا واجبنا، ولكن يجب أن نتقرب إلى الله بما نصلح به وضع المسلمين، بما نخدم به الأمة الإسلامية، بما نقدمه من نصيحة، من توجيه صالح لهذه الأمة، خصوصا في حالة الأخطار كالحالة التي أشرت إليها بكلمة حالة إنقاذ. حالة اليوم فعلا العالم الإسلامي، وكرر هذا، يمر بحالة إنقاذ. يجب أن نكون واعيين لهذه المرحلة الخطيرة، وهذا ربما هذه الكلمة تشعرنا بالتشاؤم، بينما أكرر دائما أينما أمر أكرر دائما في كلامي أنني لست متشائما ولا متفائلا، أدرس القضية كما هي. إن اقتضى الحال أن أقول 2 و2 4، لا أقول 3.5 أبدا. لا أبارك مثلا في سنة، لم أبارك في سنة 48 في تكوين دولة باكستان، لأنني كنت أعلم أنها مؤامرة ضد الإسلام. يجب أن لا أغترب الكلمة، لأنها دولة إسلامية. لا يهمني دولة إسلامية، يهمني مصير الإسلام أكثر من دولة إسلامية. عليه يجب على بناتنا إن شاء الله أن يتجهنا أيضا في هذه الاتجاه، وأن يسعينا لتفهم وإدراك ظروف هذه المرحلة الخاصة. ولا شك أن ما تفضل عليكن به الله من فضل كبير لما أداكن إلى صراطه المستقيم من حيث العبادة، أن تتممنا الخطوة الأخرى في الاطلاع بمسؤوليات الأخرى
بمسؤوليات النصيحة للمسلمين والمسلمات طبعا في المسؤوليات التي تتصل بمصير المجتمع الإسلامي. من ناحية أخرى يجب أن ألفت النظر خصوصا لبنتي الكريمة منيرة أن لما نقول أن المجتمع الإسلامي في حالة يمر الآن بحالة إنقاذ، فإنني أتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بمعناه: لعل بين كنا من يعرفه بنصه فليذكرنا جزاه الله خير. المعنى يقول صلى الله عليه وسلم: إن قوما استهموا سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فقال الذين كانوا أسفل السفينة: فلنفقد فيها ثقبا نتناول منه ماء حتى لنزعج الآخرين. هذه تصوير قضية: مركب فيه فريقان من البشر تساهماه، فقال أحد الفريقان أنه لو يأخذ الماء من ثقب يفقده في جنب السفينة قد يقتصد بذلك من إزعاج الآخرين، فيعلق الحديث صلى الله عليه وسلم على صاحبه، يعلق الحديث بعد ذلك على هذه، بعد أن قدم القضية كما هي هذه القضية. ماذا يأتي كحكم في هذه القضية من رسول الله؟ فإن تركوه هلك وهلكوا معه، وإن ضربوا على يده نجا ونجوا معه. هذا الحكم، هذا هو. إذن فإذا أخذنا هذا الحديث في مدلوله العام في ظرف من الظروف التي نتصور فيه المجتمع الإسلامي كمركب كسفينة معرضة للخطر، إذا تصورنا هذا يجب أن لا نترك أنفسنا للتصرف الفردي باجتهاد قد يكون فيه شيء من، قد يكون فيه النية الحسنة وقد يكون فيه شيء من اللباقة أو من اللطف بالآخرين، ولكن يجب علينا كما يشير لذلك الحديث الشريف أن نحافظ على أمن السفينة، وأمن السفينة يقتضي أولا وحدة الركاب، وحدة سلوك الركاب، أن لا يتصرف أحد دون أن يكون تصرفه مطابقا لسلامة الجميع لا لسلامته هو. مثلا لو نضيف شيء في تفسير الحديث، لأن باب الاجتهاد لم يغلق علينا حديث ولا آية باب الاجتهاد، لو نتصرف في هذا الحديث، هل يجوز أيضا في سفينة في حالة الغرق، حالة الغرق في بحر لجي أحاط بالسفينة من كل جانب، هل نسمح لجماعة من الركاب أو لأفراد لجماعة من الركاب أن يتصرفوا حتى بنية حسنة بطريقة لا تتفق مع الصالح العام للركاب أجمعين؟ فنقول لا، لا، يجب أن الجميع يتكتفون، يجب أن الجميع يتساندون، يجب أن الجميع
يضطرعون يسلكون نفس المسلك، ويد الله مع الجماعة. لا تتفقوا أمتي على الضلال، يقول صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا خصوصا في مدينة عريقة مثل دمشق التي كانت مهدا لحضارة نعرف مجدها، تعرفنا مجدها، في لعل الله يريد بهذه المدينة أن تكون مهدا لنهضة جديدة في العالم الإسلامي. أنتن طليعتها، أنتن الموجودات هنا وفي أرجاء المدينة. فيجب على بناتنا أن لا ينفردنا بسلوك، أن يكون طبعاً اجتهاد، يبقى اجتهاد فردي، كل نفس لا تحمل وزر الأخرى، ولا تحمل وزرة وزرة، كيف الآية؟ نعم، ولا تحمل وزرة، نعم. ولكن هذا لا يمنع، هذا لا يمنع أن الوزر الأكبر، الوزر الأكبر أعني وزر السفينة، وزر السفينة المهددة، يجب نظرا لأن نتحمله جميعا، أن نتحمله جميعا، وأن نجتهد أن نكون عند حسن نية إخواننا كما يكون هم عند حسن نيتنا، حسن ظننا، ونكون نحن عند حسن، نتمنى أن نكون عند حسن ظنهم بنا، ويكونوا هم أو هن عند حسن ظننا. فهذا هو الشيء الذي أوصي به بناتنا. أرجو الله أن يفتح القلوب للمحبة الصافية بين الأخوات وبين الإخوان الصادقين والصادقات إيمانهم، حتى يكون الجميع الرعيل الأول والطليعة الأولى التي تنهض في مدينة دمشق بنهضة جديدة، نهضة أخلاقية، نهضة دينية، أعني نهضة أخلاقية، نهضة بكلمة واحدة حضارية تجدد مجد الإسلام وتجدد عزة المسلمين، وتمهد السبيل لتبليغ الهداية الإسلامية لغير المسلمين. لأن إذا أشرت من ناحية إلى شيء ربما يعلق عليه مستمع متسرع في حكمه بأنه شيء من التشاؤم، أكرر حكمي في الموضوع أنه ليس تشاؤما وإنما نظرة واقعية في الموضوع أولا، ثم أضيف أنه ليس نقمة من الله علينا نحن المجتمع الإسلامي، بل ربما هو رحمة، وإنما رحمة تؤدبنا وتوقفنا عند حدنا، لأننا أحيانا سرنا خطوات في غير الطريق المستقيم. فإذا قد تحل بالمسلم وبالمسلمين رحمة في صورة نقمة تأديبا له وموعظة له كي يضطهد، كي يراجع نفسه في أخطائه، كي يراجع نفسه في ما اجترح، لأن الآيات الكريمة ما أصدق منها طبعا قولا، إذا أصابتنا مصيبة
فهي من أنفسنا. فإن كان هناك استعمار فلأن سبق له سبق عليه ومهد له شيء لم نعتني بتحديده وبتسميته لأننا لم نشعر بواجباتنا فيما مضى. أما الأمر كان في منتهى الوضوح في منتهى الوضوح في منتهى الوضوح الاستعمار نحن الذين صنعناه بأيدينا وصنعناه بشيء نسميه آن في دراسات القابلية للاستعمار. فلو تنبهنا منذ قبل أننا نحن مهدنا السبيل للشيء الذي يسمي لهذه الضرة التي تسمى والتي أخذت منا كل انصبت فيها بكل أسف كل مجهوداتنا وأعيتنا المقالات والخطب على لعن الاستعمار وعلى التفنيد بالاستعمار. لو راجعنا أنفسنا سنة أو سنة أو عشر سنوات لو راجعنا في نفوسنا لانتبهنا أن الاستعمار ليس إلا ما صنعناه نحن بأيدينا وما مهدنا له السبيل إلا نحن في تحت الظاهرة تحت هذا الشيء الذي يسميه القابلية للاستعمار. ورغم ذلك رغم هذا الجانب المرضي الذي نحن صنعناه بأيدينا يجب أن نلتفت إلى جانب مضيء هو جانب رحمة الله الصافية النقية رحمته المحيطة بالإسلام والمسلمين لأن الله وعد رسوله بأن يظهر دينه على الدين كله ووعده لا يزال قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكيف نتصور أن الله يخلف موعده وعده؟ هذا لا يتمكن ولا نتصور. إذن يجب أن نتبصر من ناحية أخرى حتى نكون أيضا عن وعي لتطورات أو لاحتمالات لتوقعات الفترة التي نمر بها. فمن الشيء الذي يجب أن نلتفت إليه لا لأنه فقط يرفع عن يخلص نفوسنا من شيء من الضيق أو من التشاؤم إذا شئنا إذا أفرطنا في الحكم لعل نقول تشاؤم لا لأنه يخلصنا فقط من هذه العقد بل لأنه يوضح لنا السبيل الذي يجب أن نسير عليه كي نحقق نحن أو نساهم في تحقيق وعد الله لرسوله. يجب علينا في كل لحظة أن ندرك كيف يسير المجتمع البشري كله اليوم وكيف يتجه حتى ندرك أين كيف نتصرف ليتحقق وعد الله. والله في غنى عنا في تحقيق وعده حتى لو نلتفت عن واجباتنا حتى ولو نولي الأدبار للمعركة التي يفرضها علينا المعركة الهائلة الكبرى معركة شمول الإسلام في العالم حتى ولو نوليها الأدبار فالله في غنى عنا يحقق وعده وحده. فهو الذي غلب الأحزاب وحده في المدينة. يجب علينا حتى من ناحية تعبدية
أن الناحية التعبدية لا نفكر فقط فيها في المساجد ولا في الخلوات ولا في المواقف الصوفية فقط. العبادات كل خطواتنا يجب أن تكون عبادة، كل كلماتنا يجب أن تكون عبادة، كل حركاتنا يجب أن تكون عبادة وتقديس لله، كل نبضات حياتنا يجب أن تكون موجهة مخلصة أولا لله، موجهة لتحقيق إرادته في الكون، الكون البشري طبعا، وإن استطعنا في المريخ وإن استطاع، إن اقتضى التبليغ، إن اقتضى منا التبليغ، تبليغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أن نصعد إلى المريخ أو إلى كوكب آخر فلنحاول. ونعلم أن كلماتنا اليوم قد تثير بعض الازدراء طبعا، بماذا نحلق نحن؟ ولكن نقول لهؤلاء الجامدين أنهم جامدون، يفكرون في أن الزمن جامد وأن الأشياء لا تتغير من سلبية إلى إيجابية، وأحيانا من إيجابية إلى سلبية تغييرا مطلقا، يغير النسب، يغير العلاقات، يغير الألوان، الأبيض يصير أسود والأسود يصير أبيض. أوروبا هذه لما كانت الحضارة الإسلامية مزدهرة تنير سير الموكب العالمي البشري، كانت أوروبا ضئيلة، فقيرة، حقيرة، ضعيفة، جاهلة. في الأيام التي كانت تعد فيها كتب مدينة قرطبة، مكتبة الأهلية بقرطبة، كانت تعد أظن تقريبا في معتقد إذا ذاكرتي لم تخني، تعد 3 ملايين مجلد. في ذلك العهد كانت مكتبة اللي تسمى الآن السوربون تضم أظن 200 نسخة، وكثير منها من اللغة العربية مترجمة أو عربيا بلغته، وطبعا 200 نسخة لا تخرج من المكتبة إلا بالرقابة الشديدة حتى لا تضيع، لأن المكتبة فقيرة. إذن نرى كيف بينما المكتبة اليوم في باريس، في باريس المكتبة الوطنية، وهناك عدة مكتبات تضم ملايين من المجلدات. فإذا كان هناك تشاؤم، ولا أسميه تشاؤم، أسميه رؤية الواقع كما هو مجردا من كل تلبيس، من كل لبس، من كل محاولات الأدبية التي أحيانا بكل أسف في المجتمع الإسلامي تنطلق الألسنة وأحيانا الأقلام في أشياء سهلة أن تقال أو أن تكتب، ولكن تكون بعد ذلك عراقيل فكرية كبيرة، عراقيل فكرية بعد ذلك يستطيع أن يتخلص الفكر منها بإجهاد. لماذا إذن نبيع لأنفسنا الكلمات العذبة إن كانت نتيجة إن كانت نتيجتها لتكون مرة؟ إذا ما تجنب هذا من أول.
لا نحلل الأشياء في الأول حتى نتجرع مرارتها بعد، فمن الأول نكون واقعين ونقول الأشياء كما هي. ولكن الحمد لله حتى إذا تذوقنا من الحاضر بعض المرارة، إذا تجرعنا من حاضرنا بعض المرارة، فإننا إذا التفتنا على يميننا أو على شمالنا كما نريد نرى أن هذه الفترة من القرن 14 ولم يبقى منه إلا 5 سنوات، أو هذه الفترة من القرن 20 ولم يبقى منه إلا ثلث أقل من ثلث، نرى أن هذه الفترة تتمخض عن أكبر نتائج تاريخ، إذا تبصرنا في سير العالم اليوم ككل نرى أن الأقدار تهيئ السبل وتمهد السبل للإسلام ليكون دين الخليقة جميعا نرى هذا. لا أعيد، لا أكرر كلمات قلتها في مناسبات أخرى، ولكن يكفيني أن أقول شيء بسيط. لما درست للمرة الأولى ما يسمى في الجغرافيا فصل من فصول الجغرافيا يسمى الجغرافيا الإنسانية، وأنا صغير في بداية المرحلة الثانوية، كنت أستاء وأشعر بقرح لما أقرأ هذا. أقرأ أن المسيحية عدد تباعها 600 مليون، البوذية عدد تباعها 500 مليون، البرهمانية عدد تباعها 400 مليون، ويأتي الإسلام 250 مليون. فالإحصائية الأخيرة يبدو أنها تحت إشراف الأمم المتحدة تعلن أن عدد المسلمين في العالم 800 مليون، يعني قريب من مليار، وهذا في حياة إنسان، مش في حياة جيل. الشيء الذي يهمني الآن إذا حاولت أن أخذ عبرة من هذه الفترة الأخيرة من القرن 20، نراه كأنه نهر التاريخ عندما يصل إلى مصب به في البحر بعد أن تجمعت فيه كل روافد التاريخ، لأن فيما أعتقد في نظر أنتم سترون إن شاء الله هذه الأشياء. فاليوم في هذه الفترة من التاريخ وفي هذا القرن 20 الأشياء والتطورات التي حدثت في القرن 20 كأنها حدثت لتقرر نهائيا مصير الإنسانية، والتغيرات التي حدثت لا من حيث الشكل ولكن من حيث الجوهر. فنحن مثلا دخلنا في هذا، أنتم أحداث، أما الجيل الآن لما دخلنا هذا العالم سمينا أولا هذا القرن سميناه قرن البقار، ثم مشينا فترة وجيزة فإذا به أصبحنا نسميه قرن الكهرباء، ثم سرنا مرحلة وجيزة فإذا به أصبحنا نسميه قرن مثلا المواصلات السلكية والتلفزيون الأخير،
ثم اليوم أصبحنا نسميه العصر الدرني طبعاً، العصر الدرني أي. ثم أصبحنا نسميه عصر الفضاء. خمس مراحل قضيناها، قضاها جيل واحد، خمس مراحل قضاها جيل واحد، معناه أن التطورات في هذا القرن كانت أعمق مما كان يتصوره العقل قبل وقوعها. ومعناه من ناحية أخرى أن النتائج التي ستكون حصيلة هذه التغيرات أنها ستكون نتائج نهائية، أنها ستكون نتائج نهائية، كأنما التاريخ قرب، كأنما سيل التاريخ قرب من عهد جديد. لا أتصور خطيرة أيضا في المجال النفسي في العالم. لو نلقي نظرة على وجود الآخرين المتناعمين بما يسمى التقدم وما يسمى الحضارة وما يسمى اليسر وما يسمى العلم، إذا ألقينا نظرة على وجودهم لوجدناهم في حيرة، ولوجدناهم في عسر وفي ضيق نفوس أكثر منا. إذن لا نتشاور. إذا نظرنا إلى وضعنا الراهن، قد نتساهل في الحكم ونتسارع بالتشاور. وإنما إذا نظرنا نظرة كلية في وضع البشرية كلها، نرى أن الله يريد تحقيق وعده، لأن الإنسانية اليوم فقدت، الإنسانية المتحضرة فقدت شموخها التي كانت تعتز به في القرن الماضي، لما كانت تقول أن العلم سيخلصنا ويحل كل مشكلاتنا ويصنع المعجزات. فالعلم صنع المعجزات فعلا، ولكن العلم لم يشبع النفوس ولم يريح الأرواح، بل كانت نتيجته على عكس ذلك نتيجة تبرهن على أن العلم لا يستطيع أن يواجه المشكلات الإنسانية في أعمق جوهرها. فكأنما العلم كما نراه، ليس كما هو، كما نراه، كما تراه الإنسانية خصوصا المتحضرة، الإنسانية التي زعمت منذ قرن أنها ستتحلق ستنتصر على العباد وعلى الطبيعة بالعلم، هذه الإنسانية الآن تأن وترزح تحت شعور الإفلاس بعلمها. أو بعبارة أخرى، العلم الذي كانت تراه، وأكرر، لا العلم كما هو، ولكن العلم الذي كانت تراه هذه الإنسانية أفلس في دوره. هذا ما أردت أن أقول لكم في الموضوع، وإذا كان في سؤال فمرحبا. ما دام العلم أستاذ تقول أنه قد أفلس، نعم، ومعنى ذلك أن بدأ دور الروح. نعم، هذا ما أعني بالضبط، جزاك الله خير. فمعناه أن دور الروح، وأظن ونحن نعمل للروح الآن. نعم. فلماذا؟ نعم. تريد أن يعني تريد أن توجهنا، تريد منا أن نعمل للروح وللحضارة كحضارة؟ نعم، يجب أن، لأن عنايتنا بأنفسنا لا تحل المشكلة، عنايتنا بأنفسنا فقط، يجب أن نعتني بأنفسنا، يجب أن نقوم بالشيء نسميه العبادات. ولكن هذا وحده إن لم يتفتح على واقع الإنسانية وعلى واقعنا إحنا،
إن لم يتفتح، إن لم يستوعب كل المعنى الذي تتضمنه هذه الفترة من تاريخنا إحنا كمسلمين، ومن تاريخ العالم الإنساني في شموله، إن لم يكن هذا فإسلامنا يعني بارك الله فيه على أي حال، واجتهادنا مصيب إلى حد ما، فهو حتى إذا كان اجتهاد مخطئ فله أجر. ولكن أظن أن هذا لا يكفي اليوم، يجب اجتهادنا أن يتعدى هذه المرحلة، وأن نكون وأن نتهيأ. يجب أن نبني حضارة. يجب أن نبني حضارة، نعم، لنعيد لأنفسنا الثقة في أنفسنا كمسلمين، لأن يجب أن نرى الحقيقة كما هي. الحقيقة في العالم الإسلامي ليست هذه، هذه حلقة صغيرة من العالم الإسلامي. يجب أن نتصور العالم كما هو. العالم الإسلامي شباب اليوم معرض للتي، شباب معرض للضياع. لماذا معرض للتيه؟ لماذا معرض للضياع؟ لسبب بسيط، لأنه يقول لمن يتكلم مثلنا في هذه الحلقة، يقول له: لو كنتم تخلصون العباد لخلصتم أنفسكم من المرض، من استعمار، من الجهل، من... وهذا حق، وهذا شبه حق، استغفر الله، وهذا شبه حق. يعني الرجل الذي يتكلم بهذا الإنسان لا يعلم شيئا. أن كل حقيقة لها جانبان: الجانب الذي نسميه صحة الحقيقة التي نستدل عليه أحيانا بالبرهان العلمي الذي لا يترك مجالا لأي شك، وفيها جانب آخر الصلاحية، خصوصا الحقائق التاريخية، الحقائق الاجتماعية. اليوم المجتمع الإسلامي له وجهان: الوجه الذي يراه المؤمن، الوجه المشرق الذي يراه المؤمن وتراه المؤمنات، يعني وجه الصحة، صحة الفكرة الإسلامية. ولكن له الوجه الآخر الذي يراه الآخر، الذي يراه الآخر من أبنائنا ومن بناتنا، ويراه الآخر من الآخرين، من عالم الآخرين، الألماني، الإنجليزي، إلى آخره. فالوجه الآخر هو وجه الصلاحية، والصلاحية مفقودة اليوم في المجتمع الإسلامي. اليوم الصلاحية مفقودة، ويجب، وهذا واقع. ماذا أعني بالصلاحية الإسلامية؟ ماذا أعني بالصلاحية؟ الدين كحدث تاريخي، مثلا الإسلام لما أتى لأمرين، ووجدنا هذه الكلمات حتى على لسان الصحابة وعلى لسان الرسول الحمد لله. أتى لأمرين: أن يضع بين المخلوق وخالقه صلة العبودية الصحيحة، صلة العبادة، وهذه صلة العبودية هي العبادة، يعني صلة العبودية تتجسم في عبادات، في العبادات، في جانب العبادات. ولكنه أتى أيضا ليحقق لهذا الإنسان كرامته بين المجتمعات الأخرى، بين العباد، لأن الصراع مستمر بين الخير والشر، بين الأمة الإسلامية إذا تصورنا أنها هي صورة الخير، وبين الشر الذي نسميه الكفر، نسميه الإلحاد، نسميه الجهل، نسميه الجاهلية، نسميه الوثنية إلى آخره، المادية إلى آخره. فالأمة التي
تكون في مستوى حضاري أدنى من أمة كافرة. ويبدو أن ابن تيمية أورد حديثا في الموضوع يهمنا في الموضوع، يقول رحمه الله على سيدنا صلى الله عليه وسلم: الدولة الظالمة لتدوم ولو كان أهلها مؤمنين، والدولة العادلة تدوم ولو كان أهلها كافرين. هذه الصلاحية، والصلاحية في الآية الكريمة لقد ذكرنا في الكتاب بعد الذكر أن الأرض يريثها عبادي الصالحون. الغريب في أن هذا التعبير القرآني تعبير لا نستطيع لا نجد اللسان اللائق لتمجيده، لأن هذا ما حقيقة تعبير رائع من حيث الدقة ومن حيث سعة الرحمة، رحمة الله للبشر، حتى من لا يستحق الجنة بسبب كفره فلا يحرم من هذه الدنيا إن قام بواجبات الدنيا. والآيات كثيرة دل على هذا، والآيات كثيرة، وفيها الآية: وليس بأمانكم ولا أمان أهل الكتاب. ليست القضية أمان نفرض على الأقدار أن تتصرف طبقا لشهواتنا ولرغباتنا، ليس بأماننا، ولا بأمان أهل الكتاب أيضا. قدرة إلهية تتصرف بحكمة وبقسط بين البشر. في الأرض يرثها العباد الصالحون الذين يصلحون الأرض. في هذا الصلاحية، هذه الجانب جانب الصلاحية. ليس معناه صالح يعني انه تأتي بمعنى الصلاحية. الصلاحية هو صلاح، هو الصلاح مثلا هنا معناه الصلاحية العباد الذين يصلحون الأرض بكل، يعني يجب ان نعلم ما هو صلاح إصلاح الأرض. هو اللي يشير إليه الحديث الذي يذكره ابن تيمية: الدولة الظالمة لتدوم ولو كان أهلها مؤمنين. يعني فقدوا، لأنهم فقدوا صلاحيتهم، فيفقدون الدولة. الدولة العادلة تدوم ولو كان أهلها كافرين، لأنهم مش لأنهم مؤمنين، لأنهم كافرين ولو كانوا كافرين. إذن الصلاحية شيء والصحة شيء. يجب أن شوي بناتنا أيضا يجب أن الأشياء يدركها حتى ما وهذا مش موضوع، ما تظن أنه موضوع تسلية أدبية؟ هذا مش موضوع تسلية أدبية. لي لا أتكلم في الأدب ولا أعلم الأدب ولا أعرف، ليس لي أي باع في الأدب. القضية أولا يجب أن عندما نكون في حوار مع ضميرنا أمام القضايا العالمية أن نستطيع أن نقنع، على الأقل أن نستطيع أن نقنع أنفسنا، على الأقل هذا أقل مقدار من المنطق، من تدليل على صحة الأشياء. على الأقل نستطيع أن نقنع أنفسنا، لأننا اليوم إذا كنا محرومين، ونحن على بعد 60 كيلومتر فقط على حدود إسرائيل، إذا كنا محرومين من العزة ومن المجد ومن القوة ومن تضيفون أشياء كثيرة على صبورة حتى تتعلمون هكذا أسلوب العمل العلمي. إذا كنا محرومين، هل هذا ظلم من الله؟
أو هذا نقص في الإسلام؟ لا طبعا. هل هذا لأن الإسلام فقد صحته؟ لا طبعا. الإسلام لا يفقد صحته ولو أهمل المسلمون طريقة استعماله كأداة حصانة، كأداة عمل، كأداة تزكي المجتمع، كأداة تحقق للفرد في المجتمع كل الضمانات حتى يكون يستطيع التعليم لما يكون طفل، يستطيع العمل لما يكون راجل، يستطيع رعاية الصحة إن كان مريضاً، إلى يستطيع الأمن إذا انتقل من مكان إلى آخر أن يجد الأمن في الطريق. وهل هذا جديد في منطقة الموت؟ لا والله هذا ليس بالجديد، هذا جوهر ما أشار إليه أكثر من مرة رسول الله في حديثه، بحيث عندما نراجع بعض الأحاديث نشعر بأن هذا الرسول الكريم أتى لأمرين وأحياناً أتى لأمرين، لأمر الأخرى ولأمر الدنيا، وأحياناً ما رأى مع بعض الصحابة مثلاً عادي. هل تعلمون، هل سمعتم بحديث عادي بن حزام؟ ما طبعاً أتى، كان عدي بن حزام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة، فأتى رجل أعربي يشتكي الفقر، لم يجب الرسول كأنه متوقع الشيء الذي سيأتي. وأتى آخر فشكى له فقد الأمن في يعني قطع السبل في نواحي نجد. فلما انتهى ثاني من حديثه لم يلتفت للذين كانوا يتكلمان معه، بل التفت للصحابي الذي روى الحديث، روي عنه الحديث عدي بن حزام، فالتفت إليه رسول الله ويقول: يا عدي، هل تعرف الحيرة؟ قال له: لا أعرفها ولكن نبئت عنها. فاستمر رسول الله في حديثه: إن طالت بك حياتي عدي، ترى الضعينة تنتقل من الحيرة إلى أن تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله، يعني تضمين الأمان والسبل. فقال عدي، يضيف عدي لأنه هو راوي الحديث، يضيف وهذا رائع، رواية رائعة جدا، رائعة من كل جوانبها، حتى من الناحية النفسية، حتى من ناحية لأن الراوي نفسه أضاف أشياء تهمنا كثير، لأنها هو يرى الواقع، النبي يرى بنور الله ويرى بالوحي من الله، أما هذا إنسان مثلنا، عدي بن حزام إنسان، فإذا به لما يقول الرسول: سترى إن طالت بك حياة الضعينة من تسير أو تنتقل من الحيرة إلى أن تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله، قال في نفسه: وأين دعار؟ طيب، يقول هذا في الحديث، في نص الحديث الرسول يقول إن طالت بك حياة ترى، وهو يقول في نفسه: أين هذا؟ ما معناه؟ هذه معناه هناك دراج التشكك، وهذا لا بأس بهذا التشكك، التشكك هذا ظاهرة إنسانية، كل عاقل إبراهيم لتطمئن نفسي، سيدنا إبراهيم لما يتكلم لتطمئن نفسي، معناه فيه شيء، النفس البشرية كلها قواقع
إلى كامل الوضوح، إلى كامل الوضوح. ثم يضيف رسول الله: وإن طالت بك حياة، وإن طالت بك حياة سترى كنوز كسرى تبذل في سبيل الله. وإن طالت بك حياة في جزء ثالث الحديث سترى من تكون في قدرته، قدرته ذهبا أو فضة لا يجد من يقبلها منه. فيعلق عن هذا عدي بن حزام أنه رأى الضعين وأن تنتقل من الحيرة أو تسير من الحيرة إلى أن تطوف بالكعبة، وهو ساهم، هو ساهم يوم القادسية، هو كان من مجاهدي يوم فتح الله على المسلمين وأعطاهم كنوز كسرى التي بذلت في سبيل الله، فعلا كان هو أحد المجاهدين. فأصبح هو الآن ما أصبحش يقول أين الدعاء، ما أصبحش يقول أين الدعاء، أصبح يقول، يبلغ شيء آخر، أصبح يقول للمستمعين الذين يأتون ليستمعون منه ما يروي من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبح يقول للآخرين: وإن طالت بكم حياة سترون البقية. ما معناه سترون البقية؟ إذن شوف هذا الحديث، هذا هل تكلم جنب هناك أنها هذا هو الجانب الذي، هذا الجانب كان رسول الله يبلغ به وسيلة تبليغ، المسلم ليس في حاجة إلى أن يعرف أن الضعينة تنتقل أو لا تنتقل، واليد ما الآن ذهب لا تجد من يتقبل منها ما في ما فيها، وكنوز كسرى تبذل. وجود الله لا يحتاج إلى هذا التدليل، وإنما سنة الله في خلقه جعلت أن النبي ينطلق لسانه بالتدليل على صحة رسالته بهذا العرض. هذا حديث ليس من صنع الأدباء والشعراء، هذا حديث، وتحقق هذا الحديث. هذا ما يزيد، هذا ما هو هذا الجانب، ما هو هذا الجانب الذي نشير إليه؟ الصلاحية. كيف استعمل الصلاحية رسول الله؟ استعملها دليلا على الصحة. يجب أن شوية ندرك الأشياء، يعني نحلل الأشياء. استعمل الرسول منطق أو حجة الصلاحية دليلا على صحة الإسلام، صلاحية الإسلام. من هنا المرأة الضعينة تنتقل في أمن، صلاحية. كنوز تبذل في سبيل الله من أجل الفقراء والجهاد و في الخير، يعني في أبواب الخير، صلاحية. يصبح العطاء، لا يحتاج إنسان إلى عطاء الذهب والفضة لأنه اقتنع به وأشبعت حاجاته كلها، هذه كلها الصلاحيات. وأصبحت هذه الصلاحيات في منطق الرسول تستعمل كحجة عن صحة الإسلام. صلاحيات الإسلام يستعملها الرسول كحجة للتدليل على صحة الإسلام. إذن يجب أن بنتنا لما سألتني هذا الجواب عن سؤال بنتنا أم عصام، يجب أن نعرف أن الأفكار وخصوصا الأفكار الاجتماعية وخصوصا طبعا الفكرة العظمى الدين وما أدراك، والإسلام خصوصا في جانبه، الصحة الصلاحية. إذا أتت فكرة مثلا، إذا أتت فكرة صحيحة، هل هي صالحة؟ لا، مش لا تقترن بالضرورة، لا تقترن بالضرورة الصلاحية، الصحة والصلاحية. قد تكون فكرة، قد تكون فكرة صحيحة في وقت ما، لا تصلح في وقت ما، أو تكون صحيحة قد فقدت صلاحيتها في الطريق، قد صحيحة قد فقدت
صلاحيتها في الطريق. اليوم عندما نتساءل عن الإسلام، هل أحد منا نحن المسلمون يشك في صحة الإسلام؟ هل واحد منا؟ بل ربما لا أتصور، ربما في عند بعض الغربيين ربما في شعور غامض بصحة الإسلام، وهذا أكثر من حدث، هذا أكثر من مرة، حتى في تعبير، حتى أحياناً يعني بطريقة في تعابير متصلة بطينة الثقافة التي جبل عليها الإنسان، مثلاً توماس كارليل عندما يتكلم عن القرآن كأنه يقول صحيح القرآن، من كأنه يقول، إحنا طبعاً إحنا نقول مثلاً القرآن نزل من السماء فهو كلام الله لعباده على لسان رسوله الكريم. طبعاً توماس كارليل ليس مسلماً، لا يتكلم لسان بلساننا، لا يقول كما كنت أقول، ولكن والله كاد يقول ذلك، والله كاد يقول ذلك بلسانه. فقال في كتاب الأبطال عن القرآن إنه لصوت أو لصدى، هو يقول صدى الترجمة ولكن ضيق الترجمة، أفضل صوت، إنه لصوت انبثق من قلب الطبيعة ذاتها. يعني هذا كلامه، لأنه هو لا يؤمن بالله، لا يؤمن بالله، ولكن لم يستطع أن يقول هذا كلام انطلق من لسان رجل اسمه محمد بن عبد الله، لم يقل هذا، لأن أدرك بشعور غامض أن هذا القرآن غريب عن العبقرية البشرية، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر لا صلة له بالعبقرية. ولهذا قال، استعمل عبارة أخرى، احنا نستعمل نزل من يعني من كلام الله المحفوظ على النبي الكريم، هو يقول انبثق صوت، انبثق من قلب الطبيعة ذاتها، كاد كأنه كاد أن يقول الإسلام صحيح. ولكن هذا الرجل من ناحية أخرى، وكثير من شبابنا معه بكل أسف، يقول ولكن فقد الصلاحية. اليوم فين هي الصلاحية؟ المسلمون اليوم في من ناحية الصلاحية فقدوا كل شيء. هل هما الوارثون؟ هل هما العباد الوارث اليوم؟ هل هما اليوم، أتكلم عن اليوم، هل هم العباد الصالحون الوارثون للأرض؟ لا لا، الأرض كأنها ورثها الله لعباد أصلح اليوم من المسلمين، وإن كانوا ظالمين، وإن كانوا أحيانا مجرمين، لأن لماذا؟ لأن ربنا حكمة الله، لأن الله لا يضيع الكون بسبب تيه المسلمين، بسبب تيه المسلمين لا يعرض المولى، ليس بأمانيكم يا بنتي، ذكري ذكري يا بنتي، ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب، حكمة الله ليست، حكمة الله أعلى من إرادة المسلمين وأعلى من إرادة الآخرين، يجب أن نتصور حكمة الله كما هي. أنا كنت قبل في العشية هذه وأنا عايد من مع أخ سيد جواد، كنت أقص له قصة. أنا حضرت، كتب لي أن أحضر قصف مدينة هامبورغ، وأظن كان أكبر قصف في تاريخ الحرب العالمية الثانية. رأيت هول في ليلة، في ثلاث ساعات أظن قضى حتفه أكثر من 300,000 نفس، ثلاث ساعات، واشتعل ما اشتعل، المدينة كلها اشتعلت. وأنا كإنسان سلك مسلك،
في الحرب العالمية الثانية، لأنني اعتقدت أن خدمة المسلمين من هذه الناحية، يعني لأنني طبعاً رأيت أن في ذلك العهد الألمان ضد اليهود، ولأن الاستعمار أيضاً نقاوم الاستعمار، ما قدرنا أن من واجبنا أن نكون بجنب الألمان، وسلكنا هذا السلوك، وكان سلوكنا عن اجتهاد لوجه الله، لا تلحقنا منه مصلحة بل ضيعنا مصالحنا. فلما وقع قصف هامبورغ في هذه الليلة 28 يونيو سنة 43، كنت أنا قريب من المدينة في ليل، طبعا ككل الناس في ليل، لا أرى ملامح ومعالم الريف الذي كنت فيه، وإنما أتيت مكان هكذا كأنها ساقية هكذا، وضعت فيه هكذا جالس هكذا على حرف الساقية وأقدامي في الساقية، انتظر حتى تمر هذه المحنة، وطبعا تأملت في الوضع، رأيت أن يعني قضية سنخسرها نحن، وأنا أتكلم كمسلم. ثم ارتبت من هذا وانزعجت من هذا، قلت يا رب سبحانك كيفاش احنا اتبعنا هذا السبيل لخدمة وجهك الكريم وراح نضيع. وهذه فترة يعني لحظة ما لم تدم أكثر، فكرة هذه لم تدم أكثر من لحظة، ومرت الحرب وانتهت الحرب العالمية الثانية، وقضينا ما شاء الله في متاعب معنيش. ثم في سنة 46 عدت للجزائر، وبدأ وجه العالم الجديد بعد الحرب العالمية الثانية يظهر، تكونت سوريا كدولة، تكونت الأردن كدولة، تكونت باكستان كدولة، إندونيسيا كدولة، بدأنا نشعر بأن العالم أخذ وجه جديد. فتسألت، قلت هل لو انتصرت ألمانيا هل يتخذ هذا العالم هذا الوجه الجديد؟ طبعا لا، لأنني أعلم أنا ما هي سياسة ألمانيا في ذلك العهد. فكان جوابي في نفسي أن حمدت الله، قلت الحمد لله أن الله لا يتصرف بإرادة البشر ولكن بإرادته. لو تصرف بإرادة البشر سواء كانوا مسلمين سواء كانوا غير مسلمين لضاع العالم في 24 ساعة.